تحية طيبة مشاهدين الكرام متابعي موقع مدار 21، وأهلا بكم مع يوسف بلهيسي. ضيفتنا هذا الأسبوع هي القيادية في حزب العدالة والتنمية سيدة آمنة ماء العينين. هذا الحزب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ولا يزال انطلق بقوة سنة 11 و2000، بان حراك 20 فبراير، لكنه وصل منهكا متصدعا تائها إلى محطة 8 سبتمبر بعد تدبير الشأن العام لولايتين متتاليتين. خلال كل هذه المحطات برز اسم آمنة ماء العينين كصوت قوي مشاكس معارض نشاز في بعض الأحيان، ينتقد هذه الجهة ويتحالف مع أخرى. المدافعون عنها يقولون إنها تصدح بما يعجز عنه الآخرون مهما كلفها من ثمن، أما منتقدوها فيرمونها بتلون المواقف وعدم الوضوح في المبادئ والانتفاع من السياسة. اليوم سنحاورها، سنستفزها، وسنناقشها في عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي، إضافة إلى تقييمها للأداء الحكومي في التعاطي مع القضايا التي تهم المغاربة. مرحبا بك سيدة آمنة ماء العينين. شكرا على الاستضافة سيد يوسف. طيب، آمنة ماء العينين مسار حافل مثير للجدل، مليء بالأحداث والسجالات والمواجهات، صعود وهبوط في أحيان أخرى. ما الذي يجعل آمنة ماء العينين تواصل خوض غمار السياسة؟ شكرا بعد كل ما جرى. هذا التقديم الطويل العريض على أي حال فيه توصيفات ليس أول مرة كنسمعها. عموما أنا لفظ الذي يلتصق بي عادة مثيرة للجدل، مشاكسة، مشاغبة، لا يزعجني كثيرا، لأنه كنعتبر أن السياسة هي عمليا ماشي مشاكسة، ولكن أن تعبر عن رأيك، وأن تعبر عن رأيك بحرية دائما غيجبد لك إشكالات كثيرة، ومنها أن تكون مثيرا للجدل. على أي حال إطارة الجدل في السياسة ماشي سهل، ماشي سهل أن تكون من حيث الأفكار التي تطرحها، من حيث المواقف، موضع نقاش ونقاش مضاد. وكنزعم على أي حال أنني من سياسية ديمقراطية، يعني لا يزعجني كثيرا. كتزعم بالدارجة ولا باللغة العربية؟ لا، تزعمين ولا كتزعمين؟ أظن يعني ما قدش نقول أنني، ولكن أنا أظن أنني ديمقراطية كفاية لأتقبل الذين ينتقدون المواقف ديالي والآراء ديالي، كما أنا أيضا أنتقد مواقف الآخرين. ما الذي جعلني كنبقى في السياسة هو نفس الذي حركني منذ اليوم الأول في السياسة. أنا في السياسة كنقول منذ 15 سنة، من وأنا سني 15 سنة، ولكن كنظن انه حتى قبل يعني عمليا في الاهتمام بالسياسه، ولكن بداو من 15 سنه. نفس الرهان الذي حركني انا ذاك اللي كنت كنظن على اي حال ان السياسه مدخل من مداخل اصلاح المجتمع نحو الافضل، او لا احداث تغيير نحو الافضل من منطلق المشاركه. يعني احنا واحنا صغار كنا ننتقد اشياء كثيره في حولنا، ولا زلنا على اي حال ننتقد اشياء كثيره في المحيط الذي نعيش فيه وفي تدبير الشان العام بشكل عام. كان مطلوب منا وحنا صغار أننا نولجوا غمار السياسة وندخلوا المؤسسات المنتخبة ونحاول، وحاولنا. نتائج المحاولة راه بعضها مازال أنت كتوصف فيه، وعلى أي حال لا شيء يمنع أننا نستمر في المحاولة. ما فكرتيش آمنة ماء العينين في لحظة من اللحظات في ترك السياسة بكل بساطة؟ لا، ولا مرة، ولا مرة، لأنه طبعا أنا مريت من لحظات صعبة جدا في المسار ديالي السياسي المتواضع. يمكن بزاف ديال الناس كانوا كينتظروا انني نتخذ هذا القرار ونغادر السياسه، ولكن باش نكون معك صادقه، ولا مره طبعا فكرت انني نراجع المسار ديالي، نراجع الطريقه التي اتفاعل من خلالها مع السياسه، نعاود نصحح اخطاء ديالي، نعاود مثلا الاشياء اللي كتشوفي بانه اخطات فيها، ما كنتيش على صواب، او المواقف اللي ربما كتشوف آمنة ماء العينين بانها تحتاج الى مراجعه. لا، هي المنهجيه، ماشي المواقف. المواقف انا ما غيرتش الحقيقه العمق ديال المواقف ديالي او الرهانات التي حملتني الى العمل حتى السياسي. المواقف فيها الصواب والخطا طبعا، ولكن عموما المواقف الصلبه، يعني اللي هي تشكل رهانات حقيقيه في العمليه السياسيه، من باب الدفع بالمسار الديمقراطي، الاهتمام بالقضايا الدستوريه، المدخل السياسي في الاصلاح، قضايا الحقوق والحريات، قضايا منظومه التربيه والتكوين، هذا هو التخصص ديالي بشكل عام من البدايه، من نهار بديت في العمل السياسي. العمق ديال المواقف لم يتغير، ولكن منهجيه تدبير العمل السياسي، الايقاع اللي كتمشي به، مراعاه السياق العام، طبعا هذا تغير، ماشي فقط كقرار، هو عمليه طبيعيه كيجي يترى التجارب والنضج، لا سواء في السن ولا في تراكم التجارب.
طبعا درنا اخطاء، احنا بدينا السياسه بديناها صغار عموما، راه من كنقول لك من 15 سنه يعني في بدايه الثلاثينات دخلنا المجالس المنتخبه في كل مستوياتها، العمل التنظيمي في كل مستوياته، العمل النقابي، العمل الجمعوي، في كل المستويات انا مريت من هذا المسار. طبعا كان دفاع اكبر، كانت طوباويه اكبر، كانت طموحات حالمه في سياق صعب، كتولي كتفهم التمفصولات ديالو، نقدر نوصفه بان المواقف او لهذه المنهجيه اللي كتحدثي عليها ربما تجعل من امين ماء العينين، او المواقف ديالها اكثر عقلانيه، نقدر نوصفها بهذا الشكل. ماشي في المواقف، في المنهجيه اكثر، ما اكثر تفهما لمتطلبات السياق العام. لانه في احيان كثيره ماشي الاندفاع هو الصعب ولا النتائج ديالو هو الصعبه، واش كتحقق هذيك الرهانات التي لاجلها تشتغل. في احيان كثيره طريقه التعبير ديالك على المواقف ديالك قد ياتي بنتائج عكسيه بالنسبه للقضيه التي تدافع عنها، ماشي انت كشخص. عموما انت كشخص ضروري تاكلها بنسب متفاوته حسب السياق، ولكن هذيك القضايا التي تدافع عنها الطريقة اللي كتختارها ولا المقاربة التي تشتغل بها عليها في أحيان كثيرة ما كتحققش الهدف. واش ما فكرتش أمينة ماء العينين أنها تغير الحزب ديالها بما يتلائم مع طموحاتها وأهدافها؟ لا عموما على ضوء ما تفضلتي به حاليا، جاتني عروض بعد عملية. قلتي بأنه حزبان عرض عليك اختلال الحملة الانتخابية بشكل مباشر، قدرنا نعرفوا شكون؟ إلى هما الأحزاب اختارت أن تعلن ذلك لها ذلك، ولكن أنا تلقيت دعوة أحد الأحزاب من الأمين العام ديالو شخصيا، وحزب آخر من مبعوث يعني من الأمين العام، وأحزاب أخرى طبعا. ما الذي يمنع الأمينة ماء العينين الآن أن تكشف عن لا، لأنه لا يحق لي، الذي يقدم العرض هو اللي خصو، هو هذاك الاتصال تم به ماشي بطريقة علنية، إذا أنا ما نحقش نعلن عموما. ولكن كان طبعا شكرت الناس، ولكن ما كانش ممكن. في كل الحالات ولا مرة فكرت أن أغير حزب العدالة والتنمية، ماشي لأن حزب العدالة والتنمية هو أحسن حزب ممكن أن ينتمي إليه الإنسان، ولكن عمليا أنا لازلت مقتنعة بأنه الأفضل في الشيء اللي كاين الآن. رغم كل ما جرى على ذكر رغم كل ما جرى، يحيلنا إلى المحور الأول من هذا النقاش، الحزب ما بين صدمة 8 سبتمبر ومحاولات التعافي على يد سي عبد الإله بن كيلان. نعود إلى صدمة 8 سبتمبر والتي أطاحت بالحزب كما قال سي بن كيلان من طبق يعني 17. إلى الآن لا يوجد موقف رسمي للحزب حول ما وقع، فقط هناك لازمة تتكرر بأنه النتائج غير مفهومة. ما الذي وقع بالتحديد؟ أنا كنظن أنني كنت من أكثر الناس تشاؤما بنتائج الحزب قبل الانتخابات. كنظن كانوا كيقولوا لي أنت الآن أكثر تشاؤما. أنا حتى العشية الانتخابات كنت كنهضر مع بعض قيادات الحزب وقلت بأنه قد نصل إلى 40 مقعد أو أقل من ذلك بكثير. وقالوا لي مجموعة من قيادة الحزب أنه لحدود اللحظة أنت أكثر وحدة متشائمة في نتائج الحزب. هذه كنقولها لك زعما بكل صراحة. علاش بنيتي هذا التشاؤم؟ بنيته في تلك الفترة. كانت قراءة شخصية قد يختلف معها الكثيرون، ولكن عموما المسار الذي كان يتخذه الحزب ما كانش عاجبني، وكنت أعبر عن ذلك، وباقي نتائج هذا التعبير ديالي داخل الحزب باقي كنأدي فيها الثمن إلى الآن. ولكن كان واضح لي أن الحزب يتجه توجها اللي ما غاديش يكون إيجابي بالنسبة للنتائج التي سيحصل عليها، لا على مستوى علاقته بالمواطنين في الانتخابات ولا على مستوى توازناته السياسية في مختلف المستويات. الذي حدث، أنا مقتنعة بأن النتائج التي أعلن عنها ليست هي النتائج الحقيقية التي يستحقها حزب العدالة والتنمية، مهما كانت الأخطاء الذاتية التي ارتكبها، ومهما كان مستوى الإنهاك. أنت تحدثت قبيلة على أنه وصل منهكا بعد ولايتين حكوميتين، طبعا الحزب صابوا بعض الإنهاك، ولكن أنا زعما مقتنعة اقتناعا تاما بأن الرتبة الثامنة، النتائج التي حصل عليها الحزب ليست هي النتائج التي يستحقها. قد يتراجع الحزب، ولكن الى حدود اللحظه حتى شي واحد ما يقد في الجهه المقابله، لان احنا الى تكلمنا ولا ربما انتم الحزب ما التقش الاشاره ديال الشعب ديال الناخبين. لا انا دابا غنجي نقول لك يعني هذه المرتبه الثامنه ربما تحصل حاصل. لا ليست تحصيل حاصل، انا نقول لك النتائج ونقول لك المنطق اللي ممكن نقراو به النتائج. طبعا حزب سياسي دبر لولايتين حكوميتين، رغم ان الولايه الاولى ما كانتش هي الولايه الثانيه، سيكون من الحيف أننا نجمع 10 سنوات، لأن الخمس سنوات الأولى عرضت
على محك الانتخابات، و2016 نتائج ديالها واضحه، شارك فيها المغاربه عموما، المغاربه هما الذين عبروا وعاود عطاو الحزب الرتبه الاولى باكثر مما كان وهو يدبر من 2011 الى 2016. اذا الولايه الاولى تم تقييمها شعبيا. الولايه الثانيه اللي جات هذه النتائج ديال 8 شتنبير، هل تعكس حقيقه اداء حزب العداله الوطنيه؟ ما انا كنقول لك بانه غير ممكن، غير ممكن تكون نتائج من الرتبه الاولى الى الرتبه الثانيه. لماذا لم يبلور الحزب موقفا رسميا مما جرى؟ انا جايك النتائج. اذا انا رايي انها نتائج ماشي غير مفهومه، ولكنها لا تعكس ما يصطلح عليه بالاراده الشعبيه. ما يمكنش حزب العداله الوطنيه يجيب الثامن ويجيب هذاك عدد الاصوات، وحزب التجمع الوطني الاحرار اللي كان مع حزب العداله الوطنيه يدبر كل القطاعات الحيويه ويحتكم الى ميزانيات كبيره وكان هو الشريك الاساسي، فجاه كيدير هذا الصعود. علاش ما نقولوش بان الحزب الاول سقوط حزب الاحرار التقط الاشارات، التقط الاشارات ويعني بنى على اخطائكم للاستفاده. كان معنا كان معنا يدبر. الا كانت الحصيله العامه ديالنا راه ديالنا كلنا. لا يمكن، ما كاينش في منطق قراءه تجارب الاحزاب السياسيه في العالم ان الحزب الاول اللي كيدبر فجاه يسقط الثامن والشركاء ديالو الاساسيين يعاودوا يصعدوا هذا الصعود كله. عاد لا تحتاج ان اتحدث لك عن سياق الانتخابات المغربيه، لانه لا شيء حتى شي واحد ما يمكن يقنعني بان حزب قدروا نقولوا فاش كنتوا كتفوزوا ما كانش هذا الخطاب، ولكن الان فاش انهزمتوا يعني ربما ولات مساله السياق، ولات بان الانتخابات لم تكن نزيهه. لا السياق الان. اولا بعدا نقول لك واحد الحاجه، احنا ما عمرنا ما قلنا الانتخابات نزيهه في المغرب 100%. حتى ونحن نحصل على الرتبه الاولى في 2016، انا ادعوك الى العوده لقراءه البلاغات ديالنا، كانت كتجيبها الاداره العامه في الحزب وانا كنت مرشحه في لائحه محليه، ولا زلت اتذكر ان كنا نقول ان الانتخابات لم تمر في الاجواء النزيهه اللي كيطلبها مناخ ديمقراطي طبيعي، وكانت فيها ممارسات كبيره تمس النزاهه ديالها، ومع ذلك كان صمود قوي من القاعده الانتخابيه ديال حزب العداله الوطنيه ومن مواطنين اخرين الذين غاضهم هذاك الاستهداف الذي تم للحزب العداله الوطنيه في 2016 من مسيره ولد زروال، من كل ما كان يحضر له باش حزب الاصاله والمعاصره يكون الاول بلاصه حزب العداله الوطنيه. اذا الفارق كان هو هذاك الصمود الاسطوري انا كنسميه اللي دارته القاعده الصلبه الانتخابيه ديال الحزب. الجزء الاخر هذا المبتدا الخبر هو ان الحزب اخلف الموعد وبالتالي عقبه الناخب. واذا انا جايك يعني هذا هو واخا انا جايك تفضل. اذا احنا ما كناش كنقولوا انتخابات نزيهه، ومني كنجيو الاولين كنقولوا انها غير نزيهه، كنا دائما ننبه من المال، من تدخل السلطه، من محاوله التحكم في نتائج العام الانتخابي. و2016 كانت الآليات قوية جدا، وأنا كنقول لك من واقع التجربة لأنه خطوها في لائحتين محلية. الذي حدث في 2021 هو أنه النتائج طبعا ممكن توقع تراجع ديال الحزب، ولكن كل المؤشرات كانت تدل على أن التراجع ديالنا. أنا ما كنتش كنتظر أننا نجيو الأولين، ولا يمكن ما كناش نجيو الثانيين، ولكن هذا السقوط كله بهذه الطريقه اسمح لي دبرنا جماعات ترابيه، واخا في الحكومه تقول كانت اخطاء مع الشركاء ديالنا وانا غنجي نتكلم عليها. دبرنا جماعات ترابيه، دبرنا مقاطعات، دبرنا جهات، كان التدبير ديالنا المحلي ناجح في عده في عده في عده مواقع. واش كتعرف الان بانه في كل المقاطعات فشلنا، في كل الجماعات فشلنا، حتى شي نائب ديالنا في شي دائره ما دار شي اداء جيد، وجاءت وجوه نكره كثيره الى العمل السياسي، جاو مارين شكاير، جاو اصحاب السوابق، جاو اصحاب المشاهد التي كانت تروج. شفنا قيادات ربما بالحزب دبرت الشان المحلي، كانوا ربما الناس يعني تواكب بالاحتجاجات والناس كيجريو عليها. لا ما كاينش هادشي، اسمح لي. الا كنت كتكلم على الذي حدث في فاس، في مكناس في القنيطره، من السهل جدا في فاس وفي مكناس وفي قنيطره النتائج ديال التدبير ديالنا كانت ناجحه. راه من السهل جدا في الانتخابات في هذيك الاجواء اللي مرت فيها، حيث تشرى كل شيء، تشرى الاعلام وتشرى مواقع التواصل الاجتماعي وتشراو الناس، تدبر واحد المجموعه من البلطجيه باش يتبعوا. طيب فاس رجل بحال الازامي ويديروا له هذيك الحاله باش يجيو يقولوا لنا لا راه الازامي هذوك اللي جاوا بلاصتو في فاس الان احسن منه. هل استفاق الحزب حزب العداله والتنميه من هذه الصدمه؟ واضح حتى من كلامك بأن الأمر ربما متعسر. لا لم نستفق، طبعا لم نستفق، احنا الآن على بعد، مازال ما كملناش واحد العدد، زعما واحد العدد أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات، وفعلا الصدمة كانت قوية جدا. راه قلت لك أنا أكثر المتشائمين تصاب أن النتائج جات أقل
بكثير ما كنت انتظره. هنا في قراءتي لنتائج 8 شتنبر كنقول بانه كانت هناك عوامل خارجيه من خارج الحزب محدده اساسيه. ودعني اقول لك ان القرار في ان يتم تشطيب حزب العداله والتنميه من السياسه بهذا اللفظ الدارج كان متخذ واضح، وكل شيء فعل باش نوصلوا الى هذه النتائج، ابتداء من القوانين الانتخابيه التي اظن ان الحزب نفسه اخطا في القبول بمرورها. بنيتي الفعل للمجهول، كيف اتخذ هذا القرار؟ اتخذ هذا القرار من طرف الذين يتدخلون في العمليه الانتخابيه، مش الاول مره في المغرب، ولكن اليوم واضح بالنسبه لي وبالنسبه للمتابعين السياسيين ان القرار ان حزب العداله والتنميه ما يبقى في حتى شي مؤسسه، ما يبقاش لا على المستوى الوطني ولا على مستوى البرلمان، ما يجيبش فريق ولا على مستوى الجهات ولا على مستوى الجماعات. اتخذ 2011 القرار، لا 2015 2011 كانت حاجه اخرى، اسمح لي، 2011 كان السياق ديال الربيع، ولم يكن ينتظر ان حزب العداله والتنميه يجي ديك الساعات الذي كان يهيئ له هو وحزب الاصاله والمعاصره من يلاه تاسس. اذا جا الربيع قلب كل موازين في المنطقه. طيب الان جا حزب العداله 2016 اتخذ القرار، راه داكشي اللي عشنا حنا في 2016 كان كل شيء يحضر باش ما يجيش حزب العداله والتنميه الاول ويجي حزب الاصاله والمعاصره الاول، وهذا الشهر باعتراف الناس ديال حزب الاصاله والمعاصره نفسهم. ما قبضش. اذا الناس استفادوا من الاخطاء التي اعتقد انه ارتكبتها الجهه الاخرى المناوئه لحزب العداله والتنميه في 2016، وتصاب ان حزب العداله والتنميه هذه المره ساعد في ادائه، في اشكالياته الداخليه، في كتلته الانتخابيه، الاخطاء التي ارتكبها ساعد، اما هو القرار كان متخذ في كل الحالات. عوده او اعاده انتخاب السي عبد الاله بن كيران على راس الحزب، واش هو اجابه سياسيه تنظيميه ولا فقط اجابه نفسيه؟ لا، دعني اقول لك انه لم يكن هناك بديل. انا عشت الاجواء ديال المؤتمر ما بعد النتائج. كنظن اولا بانه القيادات في الحزب كامله ما كانش بديل. كنظن اولا بانه كان من الخطا ان الجميع ان الامين العام والامانه العامه يقدموا استقالتهم، وحنا كان يفصلنا اشهر قليله عن المؤتمر، واحد 3 شهور كان غيوصل الموعد ديال المؤتمر الوطني العادي، وكان يكفي ان الامين العام بوحدته هو يتحمل المسؤوليه ويقدم استقالته. كان واضح بان القياده تتحمل مسؤوليتها السياسيه، وديجا هذا واحد الموقف شجاع ما يمكن الا ان يتمن في حق القياده السابقه ديال الحزب. اذا درنا مؤتمر استثنائي في ظروف صعبه جدا، لفت اننا نقدروا ننجحوا مؤتمر استثنائي ويتم وفق المساطر ديال الحزب اللي هي مساطر معقده وفق الديمقراطيه الداخليه، ويرجع الاستاذ عبد الاله بن كيران، كان في حد ذاته انجاز كبير بالنسبه لحزب تلقى هذيك الصدمه الكبيره التي كان يمكن ان تعصف بحزب اخر لو لم يكن هناك حزب قوي ومتجدد. عمليا الان هو الحزب يعني عصف به عمليا. لا ما يمكنش تقول لك علاش عصف به، لان الاحزاب التي يعصف بها هي الاحزاب اللي ما موجوداش اصلا، ولكن احزاب متجدده بحال حزب العداله والتنميه تضعف او لا يتم اضعافها لكنها لا تموت. وانا هذه قناعتي. كثيرون كثيرون حزب فيه خلف كبير وعنده قاعده وعنده غادي نجيو مساله الخلف. كثيرون مما استضفناهم في بلاطو مدار 21 منهم السيده نبيله منيب قالت بان الرجل انتهى، سي عبد الاله بن كيران انتهى، وان الحزب يعني نبيله منيب تقول عن عبد الاله بن كيران انه انتهى، تقول عن الحزب بانه باش نكون نزيه. نبيله منيب كتقول ان الحزب عاد انتهى، غادي باش تكون نزيه. قالت بانه وصفت الحزب بانه ليبرالي متوحش، وطويت صفحته بان عبد الاله بن كيران انتهى. أنا لا تعليق لدي كثير، لأن نبيلة منيب خاصها تمشي تكمل غير نضالها حتى تتمكن من دخول البرلمان، وهي أمينة عامة ديال الحزب، حزب سياسي في المغرب، على أي حال أنا تضامنت معها وتضامنوا معها بزاف ديال الناس الحزب ديالي، منهم مجموعة نيابية ديالنا، باش تضمن فقط الحق في أن تلجأ إلى البرلمان وهي نائبة أمة. إذا تمشي تنجح هذا النضال في وجه الذين يقاومونها، وتشوف هي فشلت في مطلب صغير، وطبعا عندها التبريرات ديالها. ثم كتجي حزب العداله والتنميه الذي دبر ولايتين حكوميتين بكل الاشكاليات ديالهم، وكتقول بانه راه ليبرالي متوحش انت. على اي حال حزب العداله والتنميه جوابا على هذا السؤال لم ينتهي ولن ينتهي، انا هذه مقتنعه بها، الا نهار فعلا ما يفقد المقومات ديال الوجود ديالو، المقومات ديالو موجوده. الان في نهايه المطاف واش ما اسمح لي نعطيك هذا المثال. في نهايه هذا الاسبوع عقد حزب العداله والتنميه 3 مؤتمرات جهويه ديالو ناجحه بكل المقاييس في جهه الصحراء، في العيون وفي قلميم وفي الداخله، والمناضلين حضروا بكثافه ووفق المساطر الداخليه ديال الحزب، وفق الديمقراطيه ديالو المعهوده، وانتخبوا الهيئات ديالهم. اذا وريني شي حزب الان
اللي كيدير هذا العمل اللي كنديروه حنا في هذه النتائج وبعد هذه الصدمه. وريني وريني شي حزب الان الذي يعقد مؤتمراته الجهويه والاقليميه والمحليه والهيئات ديالو كلها تشتغل بطريقه عاديه والمناضلون كاينين في الوضع الصعب اللي فيه الحزب بدون تمويل ما عندناش فلوس بالنتائج اللي هي الان وبالحزب اللي احزاب مؤخرا عقدت بنجاح مؤتمراتها. شكون هي الاحزاب؟ الحزب الذي يدبر الشان الذي يدبر الشان العام حاليا الحزب كان الحزب يعني قبله يعني مجموعه من الاحزاب اللي دبرت المحطات. علاش ديما كندعي باننا متفوقين اخلاقيا على الاخرين؟ لا احنا ما قلتش اخلاقيا انا دابا كنهضر غير على الواقع. خلي عليك تجيب بزاف الفلوس وتجمع الناس وتدير واحد المؤتمر في اوتيل 5 طوال وتجيش له يولي كل شيء يكتسي لونا الازرق في كل شيء. انا تحدثت عن ذلك شيء سهل. طيب. شيء سهل الدار. انا كنتكلم على حزب حقيقي موجود ياك عنده تواجد جهوي وتواجد اقليمي وتواجد محلي والناس الان راهم كيخلصوا المقرات وداك الشيء من جيابهم في الوقت اللي المناضلين ديالنا ملاحقين في المسارات المهنيه ديالهم. الان الانتماء الى حزب العداله والتنميه شبه شبهه يعني كتخلص فيه الضريبه اينما كنت. طيب في نهايه المطاف ومع ذلك الناس صامدين وكيشتغلوا لانهم مؤمنون بامكانيه ان يساهموا في نهايه المطاف شي حاجه الحزب ادى ضريبه وهادشي كنا ناقشناه سابقا قبل ربما اكثر من 5 سنوات مع السي عبد الاله بن كيلاب. الحزب وهذا ما كان يحذر منه كثيرون بانه سيؤدي ضريبه اختزال الحزب في شخصيه الزعيم. الان ثبت بانه فعلا بدون بن كيلاب الحزب تائه فقد بوصلته. لا اظن شوف ويطرح اشكاليه خلاف فيما بعد. لا انا ضد هذا الشيء لانه ضد هذا الشيء مساله ولكن الواقع الحال يقول هذا. شوف ما نقدش نختزل حقيقه حزب العداله والتنميه في هذا الشيء ولكن جزء منه موجود فعلا. جزء من كون البنيه ارتبطت بشخص الزعيم وهذا الشيء ماشي خصوصيه ديال الحزب. اينما كان الزعماء السياسيون في التاريخ كتلقى البنيه كلها كترتبط بهم كترتبط بالايقاع ديالهم في الاشتغال. لذلك من 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 الخطر ان ترتبط التنظيمات بالاشخاص لانه نهار كيكونوا الاشخاص كتريب لك التنظيمات وكيثبت بانه الشخصيات القياديه في التاريخ كتجر التنظيمات ديالها بالايقاع ديالها يمكن اكثر من الايقاع الذي يمكن ان تسير فيه. وكنظن ان جزء من هذا الشيء حدث مع حزب العداله والتنميه. اولا جا الربيع اللي كان مساعد في السياق المغربي ثم جات شخصيه عبد الاله بن كيران اللي عندها خصوصيه الزعامه السياسيه الحقيقيه. انا كنظن بانهم مشى بايقاع اكثر من الايقاع الذي تحتمله بنيه الحزب. ثم من بعد ذلك منين وقع الاعفاء وجاء الدكتور سعد الدين العثماني اللي دار مجهود هو والقياده السابقه ديالو كنظن بانهم ما استطاعوش يحافظوا على هذاك الايقاع اللي كان سياسي اقول السياسي مع الاكراهات ديال التدبير مع القضايا التي اللي اضطر الحزب باش يدبرها بطريقه اثرت عليه داخليا وخارجيا مع الاشكاليات حتى ديالكم وحتى انت شخصيا. لا اسميه تهجمات وكنسميه انتقادات. حنايا فعلا انا لا انكر بان حزب العداله والتنميه بعد اعفاء الاستاذ عبد الاله بن كيران وبعد المؤتمر العادي الاخير وقع فيه ما نقولش انقسام ولكن بدت فيه تيارين مختلفين بوجهات نظر مختلفه. غادي نجيو لهذه النقطه وبقينا كنعبروا على الانتقادات ديالنا كما هي موجوده اليوم. راه الان ايضا عبد الاله بن كيران عنده المنتقدين ديالو غادي نجيو لهذه النقطه ويعبرون عن عندما اعيد انتخابه السي عبد الاله بن كيران قال بانه انا لست اقصائيا. صحيح انا بشر وعندي حساسيات لكني ساشتغل مع الجميع وسنتعاون من اجل حل المشاكل. واقع الامر سيده ماء العينين يقول العكس، تم اقصاء الكثير من القيادات التي دبرت المرحله السابقه. واقع الامر يقول ما كاينش العكس. انا نقول لك الان الامانه العامه الحاليه الا كنا كنشوفوا على اي حال لا اختزل قياده الحزب في الامانه العامه دائما. قياده الحزب اكبر من ان تكون في الامانه العامه وحدها لان الشخصيات القياديه اينما كانت راها كتدي الصفه القياديه ديالها معها حتى واحد ما يمكن ينزعها عليها واخا لم تكن في مواقع تنظيميه. ولكن الا شفنا الان تركيبه الامانه العامه فيها على الاقل انا كنظن اكثر من نصف من الناس نفسهم اللي كانوا في الامانه العامه السابقه الى جانب الدكتور سعد الدين العثماني بلا الناس اللي اعتذروا وهذا الشيء عبر عليه الامين العام اكثر من مره. ثم ناس اللي ما كانوش في الامانه العامه السابقه وكانت عندهم اراء مختلفه. هذا الشيء حاول فيه كنظن الامين العام يخلق واحد التوازن. طبعا انا لست في سياق باش نعطي رايي على تركيبه القياده ديال الحزب ولكن كنظن بانه ليس هناك اي اقصاء. اليوم الناس الاراء تعبر عن نفسها. احنا ما عمرنا في الامانه العامه ونرفض ان نهاجم ولا ان نقصي الناس اللي كيعبروا عن ارائهم. الصوره كما تبدو الى شتي موقع الحزب نفسه اللي هو الصوت ديال الحزب الرسمي راه فيه حضور دائم ديال الاخوان
اللي كانوا في القيادة السابقة والذين يعني قادوا الحزب. واقع الحال دائما والصورة كما تبدو حتى من خلال يعني انطباع شخصي ومن خلال يعني تدوينات من خلال مواقف ومن خلال تصريحات ديال يعني أناس ومناضلين ينتمون لحزب العدالة والتنمية تشير بأنه حزب مصدوم، وهذه كتفقي معي فيها، متخبط سياسيا، تائه تنظيميا، عدد من القيادات وعدد من المناضلين في جميع المستويات إما غادروا تنظيميا أو جمدوا على الأقل يعني أنشطتهم. جوابكم على هذا الكلام كان قاسيا سيدة أمينة ماء العينين، وتقالت أعتقد في محطة ديال بني ملال تقالت بأنه اللي بقاو مع السي بن كيران غير الرجال. هذا الكلام قاسي. ما قلناش اللي بقى مع السي بن كيران، اللي بقى في حزب العدالة والتنمية حاليا، ولا زلت أقولها على يتيح. ليس ليس كلاما قاسيا. شوف الناس، اولا قلتي التخبط التنظيمي وداكشي ما كاينش، نعم الحزب يعيش صدمه حقيقيه. نزيف؟ لا نزيف ما كاينش، نزيف خصك تعطيني نتايا المؤشرات ديالو. من خلال التدوينات كاين يعني شكون هو النزيف؟ بعض الاشخاص اللي على الاقل جمدوا الانشطه ديالهم. لا هو كيفاش جمدوا؟ اولا بعد الحزب نفسه كيمر من واحد المرحله انتقاليه، ياك حنا يلاه بصدد كنعاودوا ننظموا المؤتمرات الجهويه ديالنا في المجلس الوطني، حضروا الناس في المؤتمرات الجهويه، كاين حضور ديال الناس باكثر من 80% ما يقارب 90%. تجميد النشاط المعلن او الاستقالات المعلنه لم ارى ذلك بكل صراحه. فمنين قلت انا شخصيا قلت بانه في هذه اللحظه الذي يتمسك بالحزب ماشي بعبد الاله بن كيران، لان حزب العداله والتنميه ماشي هو عبد الاله بن كيران، طبعا هو الرجال والنساء الحقيقيين، لان اليوم اللي غيبقى في الحزب شنو غيربح؟ قولي انت شنو غيربح؟ حزب. كلام قاسي. ليس قاسيا لانه السياق المغربي في المخيل الاجتماعي المغربي فاش كنقولوا اللي بقاو غير الرجال، كلام قاسي اعتقد. لا ليس قاسيا، وخليني نعبر لك حتى انا اللي قلت هذا الكلام ولا زلت مؤمنه به، والكثيرين كيقولوه داخل الحزب. اولا الناس اللي الا بغيتي تقول مجمدين النشاط ديالهم ولا خداو واحد الغوكول، ماشي كلهم تخلوا عن الحزب، هذا حقهم في المسار السياسي ديال اي واحد، من حقه يرجع اللور باش يلاحظ باش يحلل باش يشوف. اذا انا لا اعمم، ولكن كاينين الناس حقيقه اللي جاوا حتى لهذ اللحظه وتخلاو على الحزب، زون ليسي طومبي الحزب. علاش؟ علاش لاي غرض؟ واش لانه الحزب لم يعد في المواقع ديال الحكومه والبرلمان وغيرها؟ واش لانه الحزب ما بقاش كيوصل الى الامتيازات والمواقع السياسيه وغيرها؟ إذا كانوا رجال ونساء حقيقيين لأن الحزب فقد بوصلته، ربما لأن كيفاش فقد وعاد فقد بوصلته؟ اسمح لي، منين تكون اليوم مع الحزب قبل الانتخابات جوست قبل 8 شتنبر ياك، وتقول لي بأنه حاضر يدافع عن الحزب عن التوجهات ديالو؟ طيب حنا كنا كنقولوا بأن الحزب يجب مراجعة توجهاته قبل انتخابات 8 شتنبر، وقلت أنت بأننا انتقدنا الخط السياسي ديال الحزب العام في المرحلة السابقة، كانوا الناس يدافعون ويعتقدون أن الحزب غادي مزيان وكيدافعوا على هذا الشيء بوضوح. بعد 8 شتنبر بان بان الحزب يعيش تخبط، وهذه هي اللحظه اللي الحزب محتاج فيها المناضلين والمناضلات ديالو. اليوم حنا مصارحه، اسمح لي، الحزب محتاج النضاليه ديال الناس ديالو، الحزب محتاج المساهمه الماديه ديال المناضلين والمناضلات ديالو، الحزب محتاجنا نوقفوا معاه حتى يوقف على رجليه لنسلمه الى جيل اخر. اما حنا راه كنا دوزنا مسار. انت كتحدثي على ناس ونجعلوها لحظه مصارحه وبوح، انت كتحدثي على ناس ربما جمدوا انشطه ديالهم، نحن في مرحله انتقاليه كما قلتي. انا اتحدث عن الناس اللي تخلوا عن الحزب بوضوح. وهذا هو في التدوينة ديالك، في التدوينة ديالك بان لهم بان الحزب لم يعد منتجا اكثر من ذلك. وطبعا اللي اعتبر راسه اللي اعتبر نفسه اكثر من ذلك. قلتي كلاما اكثر من ذلك، قلتي في تدوينة لك بان كثيرين يعملون في الظل لافشال كل خطوه من شانها اعاده العرب الى السكه. هذا حقيقه. نعم. شكون؟ من خارج ومن داخل. شكون؟ الحزب. اسماء مثلا. لو ما كاينش اسماء، واش في السياسه غتقول لي اعطيني اسماء؟ واش كاين شي واحد في السياسه اللي كيعطي اسماء؟ لا لانه هذا الكلام انت كل مره كتقول لي اعطيني اسماء. لا لانه لا وجود للاسماء في السياسه، وتصنت لي دابا. لا غير دابا تصنت لي لانه ماشي مهم هي الاسماء. لا لا لانه راجع الحديث عليك على على الاسماء، ولا بغيتي نعطيك لا ما تعطينيش اسماء، لا اعلق بتاتا على الاسماء، وما عمرني سياسيا ما كانت عندي. ولكن هذا كلام خطير سيدة أمينة، كلام خطير. خطير عندك، وإلا قلتي شنو؟ قلتي قلتي بأنه قلتي كلام كلام قاسي يعني فضحهم. وشوية قلتي كلام كلام خطير، شنو الخطير فيه؟ حتى حاجة ما خطيرة. طيب واش كتقصدوا واش كتقصدوا الموالي لتيار الاستوزار؟ شنو هو بعد تيار الاستوزار؟ أنا ما عمرني ما استعملت تيار الاستوزار. كمان صافي إعلاميا. دابا بالله عليك أستاذ يوسف، واش كتشوف من الطبيعي؟ حنا في 2022 من وراء صدمة 8 شتنبر، عاد غنرجعوا حنا في حزب العدالة والتنمية، خصني نكون أنا بدون تجربة، خصني نكون مفضية سياسيا باش نرجع نناقش لك تيار الاستوزار، وهذا ضد هذا. أولوياتنا في الحزب أكبر بكثير من هذا الشيء، بعد ما بقاش في الحزب، انتهينا من هذا الشيء. هذه مرحلة جديدة
كاين الناس طبيعي داخل التنظيم لا يريدون للتجربه نجاحها. انا دائما نقول لك هادشي راه طبيعي، راهم كاينين كيعرفون نفسهم ويعبرون عن ذلك. انا هادو لا اتحدث عنهم لان نواياهم سيئه، وكاينين ناس كثار نواياهم طيبه ينتقدون توجه الحزب الحالي وينتقدون يمكن مواقف الاستاذ عبد الاله بن كيران والاختيار ديالو، هذا حقهم، وانا غنبقى دائما من اكثر المدافعات عن حريه التعبير داخل الحزب مهما كان الاختلاف. مصادر اعلاميه تحدثت عن امكانيه انشقاق الحزب واشارت الى تحركات يقودها السي عزيز الرباح كرد فعل على طريقه معاملته ومعامله عدد من يعني المناضلين من طرف القياده الحاليه. ليس في علمي الاستاذ عبد العزيز هذا الرباح، كتب هذا الكلام قراته اكيد قراته، نعم سمعت عليه بزاف. ليس في علمي هذا الشيء، خص الاستاذ الرباح ان يجيب عنه هذا اولا، اذا انا ما في خباريش واش هو سينشق ولا غيدير شي حزب اخر. في كل الحالات حق كل واحد يدير داكشي اللي بغى. واحد جوج كتقول لي كرد فعل عن طريقه معاملته، ما فهمتش انا شنو هي، كيفاش الاقصاء؟ يتحدثون عن الاقصاء، عن اي اقصاء انت تحدث استاذ يوسف؟ يتحدثون، ولكن انا كنقول لك فين هو هذا الاقصاء؟ المجلس الوطني انعقد، حضر فيه من يريد ان ينعقد، وتلقى الجميع الدعوه ديالو، وهادو من القيادات ديال حزب العداله والتنميه التي قادت في المرحله السابقه، كانوا اعضاء الامانه العامه وعندهم المكانه ديالهم الاعتباريه. اذا فين هو الاقصاء؟ انا اريد ان اتساءل شنو هي الاشياء اللي شكلناها، الهيئات اللي شكلناها. دايو حنايا في الولايه السابقه تعرضنا لاقصاءات كبيره، لانه كانت كتشكل هيئات، كانت كدار منتديات، كانت كدار امور، وجدنا نفسنا دائما واحد 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 العدد ديال المناضلين شعرنا بهذا الشيء، ومع ذلك ما عمرنا ما تشكينا، قلنا حنا كنأديو الثمن ديال الاختلاف ديالنا مع القياده التي كانت تدبر، ما عمرنا ما اشتكينا وما عمرنا ما شخصنا الاشكال. اليوم انا اؤكد لك، كن على يقين بانه انا عضو في الامانه العامه وتحمل مسؤوليتي في ذلك، لا يوجد اي اقصاء واي اساءه لحتى شي واحد من قيادات الحزب، الجميع محترم، ما اداه محترم، ونعتبر لانه اختلفنا مع ناس كانت عندهم تقديرات سياسيه في مرحله مقبله، النتائج هي كنعيشوها، طيب كنا نحذر منها وكانوا مختلفين معنا في النقاش. فرضا الحزب افلح في تجاوز الاشكالات التنظيميه ووصل الى بر الامان، يقول كثيرون بان الحزب في نهايه المطاف. لا لم اقول انا انه وصل الى بر الامان، ولا اقول لا هذا كلام ديالي، كلام ديالي. قلت فرضا انه وصل الى بر الامان تنظيميا على الاقل، هذا يحتاج كما يدعو البعض الى اطروحه سياسيه جديده بعناوين جديده لكي يتجنب الحزب يعني الواقع الذي اوصله الى هذه النتيجه. متفقه معك. انا نقول لك بان الذي حدث، اي واحد متابع انت اعلامي وسياسي يمكن ان يفهموا صعوبه الظرف اللي كيمر منه حزب العداله والتنميه، زعما ماشي صعيب الواحد الا كان منصف يعرف صعوبه الظرف اللي كان مر منه. احنا رحنا كنا حزب يتصدر، كنا الحزب الاول انتخابيا وسياسيا في البلاد، فجأة بين عشية وضحاها وجدنا أنفسنا نرتب في ذيل الأحزاب السياسية اللي ولينا أقل من آخر حزب سياسي عمليا. هذه هي الموقع اللي عطاونا. على مستوى التدبير المالي احنا الآن زعما مقصحين بزاف في إمكانية أن ندبر الحزب ماليا. على مستوى التنظيمي المناضلين ديالنا والمناضلات ديالنا كيعيشوا صدمة، إذا عقتهم أن الاستقالة ديال 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 القيادة السابقة كاملة جعلتنا مضطرين باش نديروا مؤتمر استثنائي أخير باش ننتخبوا قيادة جديدة. الناس ننتخبوا الأستاذ عبد الإله بن كيران اللي علقوا عليه آمال واسعة باش يعاود في مرحلة أولى غير يشد الحزب. إذا حنا عمليا شنو كنديروا دابا؟ مازال عاد غنمشيو للمرحلة ديال إعادة بناء أطروحة سياسية جديدة. حنا في هذه المرحلة كنحاولوا في أي اتجاه؟ كنحاولوا نوقفوا الحزب على رجليه على مستوى التنظيم. أنت كمناضلة مثلا كيفاش كتشوفي هذه الأطروحة مثلا؟ ملامح ديالها على الأقل. أنا نقول لك أنا الأطروحة بالنسبة لي ديال الحزب كانت واضحة، تجديد في أطروحة السياسية ديال الحزب كانت واضحة لي من المرحلة السابقة، ولكن أنا مؤمنة بأن الأولوية الحالية الآن هي هذا الشيء اللي كنديروه. كنحاولوا اولا نعاودوا نقبطوا الحزب تنظيميا باش هذا، نعاودوا نجددوا الهياكل ديالو الجهويه، حنا بدينا ثم غنمشيو للاقليميه والمحليه، ثم المرحله اللاحقه منين يعاود الحزب يرمم العظام ديالو اثر حادثه قويه في الحقيقه، حادثه قويه جدا، رحنا يلا في مرحله نخرجوا بعدا من غرفه الانعاش، نعاودوا نرمموا شويه العظام ديالنا باش نوقفوا، عاد غتجي المرحله ديال الترويض وديال كذا، عاد نوقفوا باش نشدوا نعاودوا نخوضوا غمار الصباح. طيب الحزب سابقا، إذن احنا في هذه المرحله، في المرحله السابقه وهذا ما كان يعاب على الحزب، كان داير رجل هنا ورجل هنا،
ما كاينش هادشي. لا ما كاينش كما يقول يعني الكثير من المراقبين بانه كان يعني مع الدوله ويهاجم الدوله مع المشاركه السياسيه والعمل من داخل النسق السياسي يعني الحالي وضد هذا النسق ويشكك يعني واش داكشي قصه الاطروحه المقبله واش غادي ربما يتم تجاوز هذا الامر. انا جايك عطيني شويه الوقت. حزب العداله الثانيه لم يكن يوما ضد الدوله. طيب هو كان جزء من الدوله. لان الدوله شنو هي؟ الدولة هي المواطنين وهي الأحزاب وهي المؤسسات. الدولة ليست من وجهة نظري أنا على الأقل كيفاش أنا كنشوف الدولة وكيفاش قريناها وكيفاش قريناها وكيفاش كنشوفها. الدولة ليست بمفصل عن الأحزاب السياسية وعن الشعب. الدولة الحقيقية هي تعريفها بالتعريف هي دولة أحزاب سياسية. إذا حنا كنا دائما جزء من الدولة، دبرناها من الحكومة ومن البرلمان ومن الجماعات الترابية في مختلف مستوياتها. ما كناش ضد نهج المشاركه. كتقول لي ولكن النهج كان صدام انا جايه كان مع الفاعلين السياسيين مع الشركاء لم يكن حتى مع الدوله. لا لم يكن صدام. انا كنقول لك ان الدوله كنا حنا جزء منها. ما انا ساديبون شنو كتقصد نتايا بالدوله. ولكن الا كانت الدوله بمؤسساتها كنسق وكبناء راه حنا كنا جزء اساسي منها. راه كنا كنتراسوا الحكومه وكنا اكبر فريق في البرلمان وكنا حاضرين في الجماعات الترابيه. بانه واش الجماعه الترابيه مثلا مثال تشاركون في مشاورات مثلا ديال وزاره الداخليه في تحضير الانتخابات ومن بعد كتجيو كتنتقدوا مثلا هذا هو ضد الدوله. دابا اللي يعني كنظن المؤسسات منطق المؤسسات دابا الداخليه المؤسسات كنقبلوا بها ولكن فاش ما كتكونش في صالحنا. شوف لا 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 لا, لا ما كاينش هادشي. شوف انا نقول لك هذا المثال اللي عطيتي ما قابطش لا يخدموا الاطروحه اللي انت غادي بها. اولا الدوله ماشي هي وزاره كتقوم بالدور ديالها في اقتراح قوانين ياك. وزارة الداخلية بحالها بحال جميع الوزارات عندها حق المبادرة في أن تقترح قوانين باسم رئيس الحكومة الذي يحيلها على البرلمان. الاختلاف بخصوص القوانين الانتخابية، القسم الانتخابي، العتبة، ما نعرف شنو، هذا نقاش موجود في كل الدول. واش أنت كتفترض بأنه غنجيو نناقشوا قوانين انتخابية التي تحكم الانتخابات تكون الأحزاب السياسية كلها بحال بحال؟ راه كاينت أحزاب أيضا ديال المعارضة اللي جات وبدلت القسم الانتخابي رغم انه عمليا وزاره الداخليه كانت رافضه لهذا التعديل. على الاقل هذا التصريح ديال وزير الداخليه داخل البرلمان. اذا واش هذيك الاحزاب اللي كانت معارضه واليوم ولات اغلبيه هي ضد الدوله؟ دايوغ هي اللي ضد الدوله بهذا المنطق ديالك. واخا انا لا استعمل هذا الشيء وما عمرني ما كنستعمل هذا النوع ديال الخطاب في التنافس السياسي. انت ضد الدوله، انت مع الدوله، لانه اعتبر ان هذا الشيء كيردنا اللور، لا يتقدم بنا للامام. الاحزاب السياسيه كل واحد عنده الحق ان يعبر وفق وجهة نظره في التدبير الديمقراطي للعملية الانتخابية عن رأيه في القوانين الانتخابية. وحنا كنا ضد القاسم الانتخابي لأنه اعتبرنا بأنه ضد المسار الديمقراطي. هذه المسألة ديال الرجل هنا ورجل هنا يعني كما قال أحد. أنا نقول لك أنا نشرحها يعني ترغبون في الجمع بين حلاوة السلطة وشرف المعارضة. واحد العنوان لواحد القضية التي أثارت الكثير من الجهة. خليني نشرح لك هذه وعطيني العنوان. من خلال هذا المثال ربما غيمشي في نفس الاتجاه اللي غادا فيها السيدة أمينة ملعيني. وقضية ديال التطبيع مثلا، رئيس الحكومة السابق السي سعد العثماني وقع وحضر يعني حفل التوقيع ديال الاتفاق مع الوفد الإسرائيلي، ثم الحزب خرج مناضلين وحركة التوحيد والإصلاح خرج يتبرأ. ويعني هذه المسألة واش ماشي مثال ماشي مثال ماشي مثال واضح على رجل هنا ورجل هنا. هو تبرأ راه لم يتبرأ لأنه البلاغ ديال الأمانة العامة اللي من وراء التوقيع في حاجة أخرى. واخا خليني نقول لك لأن جبتي لي واحد القضية كبيرة ومعقدة اللي هي تطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي ونقاش ديال واش حنا كنا هنا ولا كنا هنا. أنا نحسم لك هذا ونجيب هذا مثال ربما كيأكد المسألة. لا ما حنا حزب سياسي حقيقي ماشي حزب مصطنع غير جينا وطباغاشيطا وعندنا شي ناس وتصبغوا من هنا وهنا واختلق بنيه سماها حزب سياسي كتجي فيها السكات وفيها التصفيق وفيها 99.99 ولا وفيها حتى واحد ما كيهضر حتى واحد ما كينتقد حتى واحد ما عنده وجهه نظر. لسنا كذلك. حنا حزب سياسي حقيقي عنده مناضلين مسيسين جينا من المعارضه وعندنا عاوتاني خصوصيه لانك هضرتي على طبيعه المسار ديال حزب العداله التنميه وكونه جاء من حركه ديال وبنى الخطاب السياسي ديال حركه سياسيه اسلاميه. لا ماشي بنا خطابه السياسي بحالنا بحال اليسار بحال الاسلاميين بين مزدوجتين بحال اليسار في العالم كامل. القضيه الفلسطينيه كانت في صلب الاهتمام ديالنا لاننا نعتبرها قضيه تكتف عناوين المظلوميه اللي كيعيشها الشعب الفلسطيني حقيقة. يمكن شوية مضفى عليها البعد الديني كما إسرائيل الآن تعتبر قضيتها قضية دينية.
يمكن عند الحركة الإسلامية وعند اليسار في التاريخ ديالو. هذه المقاومة هي حركة تحرر ضد الضغط والاستكبار وقوى احتلال إجرامية اللي هي اليوم متمثلة في إسرائيل. واخا منين جينا حنايا انتقلنا من المعارضة إلى الأغلبية، كان من الطبيعي أنه تكون بصمة حزب سياسي وهو يدبر. داكشي علاش الناس كيقولوا واش أغلبية ولا معارضة، لأنه كان اختلاف وجهة نظر، كان نقاش سياسي إزاء القرارات اللي كيتخذها الحزب وهو يدبر الحكومة. لأنه كاين فرق بين أن تتخذ قرارات ديال الوزراء ديالك كرجال دولة وديال رئيس الحكومة ديالك، وبين النقاش اللي غيبقى عندك عند المناضلين. ما غتجيش دنسولكو تقول المناضلين حتى واحد ما يعبر عن رأيه، كلكم خصكم تصبغوا بالتوجهات الرسمية ديال الدولة لأنكم حزب يوجد في الحكومة. هذاك الجانب كنخليوه لرئيس الحكومة والوزراء ديالنا اللي كيديروا في أحيان كثيرة قرارات صعبة، ولكن لانهم رجال دوله مفروض عليهم يديروها. طيب على ذكر القرارات الصعبه بلاتي انا نجيك وكنخليو الهامش ديال المناضلين السياسيين ديالنا اللي يعبروا عن ارائهم. داكشي كنقول لك حزب حقيقي. بالنسبه للتطبيع قضيه اخرى. التطبيع اولا من وقع رئيس الحكومه بصفته رئيس الحكومه جاء الامانه العامه دارت البلاغ، وهذاك البلاغ راه مازال موجود لانها كانت مع التوجه اللي داروا اللي تفهمت الاكراهات التي حكمت الأمين العام السابق رئيس الحكومة هو عبر عليها على أي حال. ولكن أنا كنقول بأنه كل البلاغ ديال المجلس الوطني الذي جاء فيما بعد واللي أنا مازال متفقة مع مضامينه كان كيحذر من هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة، وهي اتخذتها كانت مكرهة لأن عندها الإشكال ديال تدبير قضية الوحدة الترابية، وكان هذاك الشيء ليميتي في الاتفاق الثلاثي مع ترامب ومع إسرائيل في خدمة القضية الوطنية. أنا كنقول الآن بأنه كل هذا التهافت الذي حدث من طرف المغرب، المغرب دولة ضاربة بجذورها في التاريخ، دولة عريقة بمؤسسات وبنظام سياسي عريق، واش زعما حنا بين عشية وضحاها بالنسبة لكيان محتل طارئ اللي هو إسرائيل؟ نهار وقعنا معاه نهار كل هذا التهافت، واش يبغي يمشي لإسرائيل، واش يبغي يمشي لتل أبيب، هل الإعلاميين، هل الجامعات، الصحافة، والإعلام، كما يقال الإعلام ديال إسرائيل أصبحت تحضر في سميتو. لا في نفس السياق، في نفس السياق كما يقال السياسة كتحدث. نكمل لك هذه، نكمل لك هذه، أنه من الخطر على المغرب، على المغرب كدولة وكشعب وكنسيج حضاري وثقافي وتاريخي، أننا نمشيو في هذا السياق اللي غاديين فيه الآن. مجموعة من الناس اللي ما فاهمينش ذو إكراهات الدولة اللي هي عارفة وتدبرها كنظن بطريقة متوازنة، ولكن هذا النزيف اللي كان يجب أن ننتبه إليه. لو قدر وكانت سيدة أمينة ماء العينين في موقع التدبير ديال الشأن العام، هل من الممكن أن تزور ماء العينين إسرائيل؟ أنا لم أجب يوما عن أسئلة قد ولا أؤمن بها في السياسة. لا أجيب عنها لأن بمعنى واردة على الأقل. أول دبعا واردة أنت اللي قد تقولها. لا دبعا نطرح سؤال. أخليك لا تقولني ما لم أقول. أنا الآن أمينة ماء العينين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية اللي هو حزب في المعارضة، موقعه الطبيعي الآن وفق النتائج اللي تعطاته. وزراءكم حضروا ووقعوا وجلسوا مع وزراء إسرائيليين. كانوا وزراءنا وسولوهم ويجاوبكم. لا ما يهمني هو أمينة ماء العينين. أنا الآن سولني غير سولني على سولني على داك الشيء اللي فيه أنا الآن. صافي؟ بمعنى مستقبلا ممكن. تبهج ممكن تلك تقوله. طيب الآن سيمتنان يعني صرح بأنه يرفض بارتباط بهذا الموضوع، بأنه يرفض الشراكة مع حركة التوحيد والإصلاح. ما هي خلفيات هذا الموقف؟ لم أقول علماً أنه علماً أنه حركة التوحيد والإصلاح شكلت دائما خزانة انتخابية كبيرة بالنسبة للحزب. لم يرفض الشراكة، ولكن هو قال أن الحزب نضج كفاية باش يلعب الأدوار اللي خصو يلعبها لنفسه دون أن يعتمد على حركة التوحيد والإصلاح اللي عندها مسار ديالها. خلينا هذا كلام سي عبد الإله بن كيران. الرأي ديالي أنا، أولا حركة التوحيد والإصلاح أنا مقتنعة بأنها جمعية محترمة جدا في مسارها ولعبت أدوار مهمة في البلاد اللي تشي واحد لا تشكل موضع اختلاف. حركة التوحيد والإصلاح تسير بنضج، عندها رئيس رجل رائع سميتو سي عبد الرحيم الشيخي الآن كيقوم بعمل مهم، وعندها قيادة اعتبرها حكيمة وناضجة. طبعا لعبت أدوار وفق الخصوصية ديال حركة التوحيد والإصلاح اللي هي جمعية من جمعيات المجتمع المدني عندها جوانب دعوية تربوية. طبعا خرج منها حزب العدالة التنمية اللي كان مفروض أنه يدير أدوار سياسية، وتنتجت وطروحات التمايز الوظيفي بين الحركه كحركه وبين الحزب. ولكن عمليا ماذا يعني هذا الكلام؟ لانه كاين اللي كيقول بانه هذا ربما كلام لا معنى له، على اعتبار بانه أنا رأيي بأن تقريبا ثلثي او لا اكثر من الاعضاء ديال حزب العداله والتنميه هم حركه واحده. انا رايي انه فعلا الوقت حان باش نديروا تقييم
حنا راه مازال ما درناهش في حزب العداله والتنميه. حركه التوحيد والاصلاح بدات كدير هذا النقاش ديال علاقتها بحزب العداله والتنميه في مؤتمرها الاخير. انا كنقول بان نقاش علاقه حزب العداله والتنميه بحركه التوحيد والاصلاح لم تتم بعد ما اسسته داخل حزب العداله والتنميه، والا كنتصور بان لحظه النشاه والعلاقه والشراكه اللي نتجتها حكمها سياق معين، اليوم سياق مختلف. وكنظن بان الحركه خصها تستمر في لعب ادوار، وما خصش في الحقيقه تبقى راهنه المواقف ديالها فقط بحزب العداله والتنميه، لانه ثبت بان الحزب هو حزب سياسي كتكون عنده اكراهات في تدبير الدوله، بان الحركه ما عندهاش هذه الاكراهات اللي كاينه عند الحزب، وانها ممكن تعقد شراكات حتى مع احزاب اخرى. ليس قدرا بالنسبه لحركه التوحيد والاصلاح ان تبقى شريكه فقط ديال حزب واحد سميتو حزب العداله والتنميه، قد تتقاطع اهدافها اللي هي اهداف نبيله لا شك في ذلك مع احزاب اخرى في لحظات معينه، وقد تختلف مع حزب العداله والتنميه في تدبيره خاصه من كيكون في تدبير الشأن العام في أمور أخرى. إذا معنى هذه الشراكة هكا لا مشروطة وفي كل وقت وحين وكيفما كانت الأسباب، تصور بأنها تسيء الطرفين. ما نعرفوش الحزب اللي أدى ثمنها ولا الحركة ولا كلاهما، ولكن كنظن بأنه وقع واحد الخفوت كبير في علاقة قاعدة حركة التوحيد والإصلاح مع الحزب، خصوصا في محطات وأطرت مثلا نعم أطرت على التطبيع، هضرنا على فرنسة التعليم، هضرنا على مجموعة من المحطات. بكل تأكيد بكل تأكيد، لأن كنقول لك بأنه الإكراهات واش ماشي مستقبلا في المسألة ديال التمايز الوظيفي، واش ماشي المسائل اللي ما يقدرش الحزب يدير فيها موقف قوي يعني يعطيها الحركة التوحيد في الحقيقة الإصلاح ويصرفها عن طريق حركة لا التوحيد لا ما يمكنش يصرفها، لأن كنقول لك أن هناك استقلالية حقيقية، صعيب على الحزب يصرف شي حاجة عبر الحركة. واضح. أنا كنقول لك بأنه كاين استقلالية، ولكن كنظن بأن العلاقة يجب أن تتم مراجعتها على ضوء المستجدات طبيعة الحالية. المعارضة التي يمارسها حزب العدالة والتنمية، ربما أطلنا بعض الشيء في البيت الداخلي للحزب. بن كيران وعد خلال إعادة انتخابه أمينا عاما بأنه سيقود معارضة قوية وبناء. هناك من يقول بأنه ما نراه اليوم ربما بعيدا كل بعد على هذا الأمر. هذا شوف أنا من الناس الذين أين هي القوة وأين هي المعارضة البناء؟ أنا من الناس اللي كيتبناو أطروحات أننا نمشيو غياب شوية ياك بلاتي. اولا ربما هذا يعني منعطف في المسار ديال امينه ما العينين. لا نقول لك علاش، لانه الوضع غير طبيعي. بمعنى دابا حنا الى جات هذيك نتائج 8 جو تنبير اللي كانت صادمه ومؤثره ومازال كنفيقوا منها، وجينا مباشره بعدها ندخلوا ونديروا المعارضه ونملؤوا الساحه، دايا وحنا راه نستطيع ان نملا النقاش السياسي وننشطوا شويه النقاش العمومي اللي هو خافت الان. نستطيع، عندنا الامكانيات وعندنا القيادات وعندنا النفس السياسي باش نديروا هذا الشيء، ولكن سيكون من غير طبيعي، ما يصلح للبلاد ما يصلح للحزب، لان الامور في السياسه بغاياتها. حنا تعرضنا لصدمه، اولا يجب قراءتها ياك. الا رجعنا لغد ليه مباشره كنديروا معارضه عاديه طبيعيه، اولا نضفي شرعيه على مسار غير طبيعي الذي حدث بعد 8 جو تنبير. انتم في داخل في المسار ومن داخل المسار. لا نقول لك الذي حدث في 8 جو تنبير غير طبيعي، واللي بغى وانا جايك وخليني باش نفهمها لك. الذي حدث في 8 جو تنبير غير طبيعي، انا قلتها لك قبيله، غير طبيعي ان حزب العداله والتنميه الذي كان يترأس يجيب هذيك، وغير طبيعي ان حزب سميتو حزب التجمع الوطني الاحرار يجيب هذيك النتيجه. غير طبيعي ان تمارسوا معارضه بدون انياب. بلاتي انا جايك، راه مازال غتكون الانياب، انا جايك بشويه، لانه حنايا كندبر الايقاع ديالنا بالطريقه التي نراها مناسبه، وهذا حقنا، وضايا حنا الان متحررين من اي ضغط. هذه النتائج باينين مضغوطين، اللي باين انهم مضغوطين، لان التناقض في كلامك السيده امينه معلاني، كتقولوا بانه ليس في مصلحه الدوله والبلد أن نسير بإيقاع أكثر من اللازم. وأنا جايك كتقولي لا، راه الحسابات هذه ديالنا، دابا واش مصلحة الدولة ولا مصلحة الحزب؟ وعلاش حنا مصلحتنا مختلفة على مصلحة الدولة؟ لا، أنتم كديروا السياسة في نهاية النهار. لا هذا رأيك. لا هذا رأيك، أنا كنقول لك بأن حنا كنشوفوا أن مصلحة الحزب هو مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع. ياك حنا هذه قناعتنا. دايوغ علاش أصلا كاين الحزب؟ الحزب في حد ذاته واش هو هدف؟ شنو غنديروا حنا ببنية سميتها الحزب إلا ما كناش دخلنا له أسسناه وكنقويوه باش نساعدوا في اصلاح الدوله واصلاح المجتمع، او على الاقل نحملوا شي تغيير ايجابي للطرفين معا. دايوغ انا بالنسبه لي العلاقه جديده بين الدوله والمجتمع، ما كاينش انفصال بيناتهم. اذا حنا بالنسبه لنا حينما نقول بانه ليس في مصلحه المجتمع ولا في مصلحه السياسه اننا نجيبوا هذيك النتائج بهذيك الطريقه، والغد ليه نجيو ونديروا نمارسوا المعارضه وكان شيئا لم يكن. لا، خصنا ناخذوا الوقت ديالنا الكافي واللي مزروب. تفضل، راه الساحه اليوم كتبان،
نتائج 8 شتنبر راه هي واضحه في افراغ المؤسسات. اولا حكومه، باقي غنجيو لها، حكومه ضعيفه ممسوحه الشخصيه السياسيه وكانها غير موجوده. عاد الكوارث كلها اللي كاينه الان يمكن نجيو لها نتحدث عنها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. انا نكمل لك، البرلمان كما اعرفه وكما اشتغلت فيه 10 سنوات سير الان طلع عليه، راه كلشي الان اصبح يلاحظ الفرق. الجماعات داكشي اللي فيها شي حاجه غريبة جدا ما يحدث فيها، لا على مستوى التدبير ديالها ولا على مستوى النخب اللي كاينه تما ولا على مستوى الخطاب. دايوغ كاينه ازمه خطاب سياسي. انا كنستحضر واحد الدراسه كنت قريتها ماشي بعيد، انه في روسيا كيقولوا لهم الى رجع لينين ولا ستالين، الرواسة مازالوا مستعدين ان يصوتوا على لينين وستالين، ياك؟ وكنظن بانه في الصين باقي مستعدين يكونوا كيصوتوا على ماو تسي تونغ. وهنايا في المغرب يمكن الناس باقي الا قلتي لهم الان الى رجع على الفاسي ولا محمد بن عبد الكريم الخطابي ولا عبد الرحيم بوعبيد يمكن يكونوا مستعدين يصوتوا عليه. علاش؟ لان الناس تحتاج الى رموز سياسيه والى مرجعيات. والذي نفعله الان احنا بمجتمعنا اننا كنمحيو الرموز السياسيه وكنمحيو المرجعيات السياسيه التي يظل الناس يحنون اليها. اليوم عندنا نتائج 8 شتنبر انتجت فراغا سياسيا حقيقيا، فراغا على مستوى المؤسساتي، على مستوى المؤسسات، فراغ على مستوى الخطاب السياسي، وفراغ على مستوى النخب السياسيه اللي اليوم كاينه. والا ما كتلاحظش انا ادعوك باش تتبع شويه الذي يحدث لا على مستوى البرنامج على مستوى الجماعه الترابيه. اذا احنا نجيو، احنا من حقنا ان ناخذ الوقت ديالنا اولا باش نشوفوا هذا المسار الى اين سيؤدي. وكنبعثوا منه رساله الى ان الناس الذين تعسفوا وفعلوا كل شيء ليبعدوا حزب العدالة التنمية، كنقول لهم تفضلوا جربوا وصفتكم وسنرى ما الذي ستحمله، ثم أننا منكفئين شوية على ذواتنا، كنراجع أنفسنا. أنت قلتي بأنه عشنا مسار غير سهل داخلي، من حقنا ناخذ الوقت ديالنا اللازم حتى تبان لنا تتضح لنا بعد احنا داخليا الرؤية، ونخليو شوية المساحة للمغاربة حتى هما يجربوا هذه الوصفة العجيبة التي تعتمد عليها المعارضة. الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السيد إدريس الشقر دعا برلمانيه للانسحاب من التنسيق مع البي جي دي بسبب، وانتقد ما وصفها ب يعني تحركات أو الخرجات البهلوانية ديال السي عبد الإله بن كيلان. طبعا هذا التوصيف ديالو أولا بزاف عليه أن يقول بأن عبد الإله بن كيلان قام بخرجات بهلوانية، هذا أولا. ثانيا أنا غنسولك واحد السؤال، واش تعتقد بأن حزب العدالة والتنمية الآن في الوضعية اللي هو فيها عنده مشكل أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقول ينسق ولا ما ينسقش معنا في البرلمان؟ أنا سولني على المشاكل الحقيقية اللي كاينة وموجودة. أنا كنقول لك نحن نتهرب من أن نقول بأن حزبنا عنده مشكل. الاتحاد الاشتراكي غير رضى أنه ينسق معكم أنتم لأنه أكثر منكم عددا. ما بقاتش في العدد استاذ، هذا ما كان يقوله يقوله لكم حزب التجمع الوطني الاحرار. حقهم حق كل واحد يقول، ولكن انا كنقول لك لان هذا المنطق العددي هو اللي كنتوا كتستقوا به على الخصوم ديالكم في مرحله سابقه. بالعكس، ما عمرنا ما استقوينا احنا بالعدد. احنا كانت عندنا الاغلبيه، كان ممكن ان نشكل اغلبيات مطلقه في كل الجماعات، ومع ذلك وسعناها. وفي الحكومه كانوا معنا شركاء واخذين اكثر ما خدينا حنايا في الحكومه. طيب وعلى مستوى البرلمان عمرنا درنا بحال هذا التغلب اللي كاين اليوم على مستوى البرلمان وعلى مستوى الجماعات، ما عمرنا احنا ما درنا. طيب فيما يخص يعني التدبير الحكومي لقضايا المغاربه في عيون المعارضه وحزب العداله والتنميه، فيما يخص قضيه غلاء الاسعار، الحكومه اتخذت مجموعه من الاجراءات لحمايه القدره الشرائيه للمواطنين. ما رايكم في هذه الاجراءات؟ ما هي الاجراءات؟ انت قلت اجراءات، انا لا ارى اجراءات. كاينه مثلا بكل صراحه كاين دعم مثلا ديال مجموعه من المواد، اليوم كان الدعم المهني ديال النقل مثلا، كان مجموعه من الاجراءات تم اتخاذها لحمايه القدره الشرائيه للمواطنين. ما كايناش انت كتقول مجموعه عاودتي ثلاث المرات وما عطيتنيش امثله، لانه غير موجوده. قلتي الان كاين تفكير في دعم المهنيين ديال النقل العمومي. وسمعت الحكومه اعلنت رسميا على ارقام وعلى دعم مهني النقل، واخا حتى نشوفوا النتائج ديالو على ارض الواقع وكيفيه وطريقه التدبير ديالو. لانه هذه العمليه حاولت حكومه عبد الاله بن كيران نفسها، حكومه سعد الدين العثماني، والارهاصات كانت حكومه عبد الاله بن كيران وما دارتش، ياك؟ اليوم حنا غنشوفوا النتائج ديالها في الواقع. ولكن سمعت في نفس الوقت من الحكومه تقول كيفاش حنا بغينا ندعموا اصحاب السيارات باش يمشيو للبوزنيقه ولا يمشيو ما عرفتش، شي ندوه صحفيه ديال الناطق الرسمي. انا كنقول لك لا بان لا غير باش
كان الناطق الرسمي وانا تابعت هذه الندوه مرارا وتكرارا بانه قال ان الحكومه لن تدعم اصحاب السيارات اللي كيمشي بالسيارات المزنقه يعني المفت الاولويه للمهني النقل لانه حمايه اولا هذا اذا هذا نفس الكلام الذي يكرر اللي داروا عبد الاله بن كيران حينما قرر ان يرفع دعم عن صندوق المقاصه على المحروقات، نفس الكلام لانه كان كيتقال هذيك الساعه انه الهدف هو انه ما يمكنش ندعموا الناس اللي كيمشيو وكياخذوا من هذاك لانه كاين النقل التجاري، كاين النقل المهني، كاين الناس اللي كيتساروا بسيارات فخمه وما يمكنش ندعموهم من صندوق المقاصه. اذا كان هذا هو القرار الذي ينتقد الان على اساس انه لو رفعنا الدعم كان غيكون تسقيف الاسعار وكان غيكون تدخل من طرف مجلس المنافسة الذي للأسف الشديد لا يؤدي مهامه إلى حدود هذه اللحظة، وهذا كان هو هذا هو الخطأ. الخطأ لم يكن هو رفع الدعم اللي قام به عبد الإله بن كيران، الخطأ هو أنه آلية دستورية قوية من قبل مجلس المنافسة ما دارت شغالات هذيك الساعات ومازال إلى الآن تتم معارقلاته وما كدير شغالاتها. كيف كيحضركم الناس المتابعين تيقول لكم بأنه في حالة رفع الدعم وكانوا الناس يعني رفع الدعم على وتحرير السوق المحروقات سيؤدي لنا إلى ما نعيشه اليوم، ومع ذلك كنتم كتحدثوا عن الإجراءات الموازية صحيح صحيح صحيح. القرار كان سليما لأنه من جات حكومة عبد الإله بن كيران لقات أكثر من 50 مليار ديال الدرهم تضخ في صندوق المقاصة للدعم المفتوح ولا مشروط المحروقات. اي واحد كيجي كيدير ليسانس ولا المازوت من البومبا كان مدعوم من طرف الدوله كما بغى يكون الموقع ديالو والاستعمال ديالو للسياره ديالو. كان القرار السليم هو ضروره رفع الدعم ديال الدوله على المحروقات بهذيك الطريقه اللي كانت تمت، على اساس انه بعدها مباشره كان يجب ان تتخذ قرارات منها وعلى راسها تفعيل مجلس المنافسه ليؤدي ادوارا، علما ان حكومه عبد الاله بن كيران احالت القانون ديالو اللي هو قانون قوي ويمنح صلاحيات قويه لمجلس المنافسه. السؤال اين هو مجلس المنافسه الذي اخلف الموعد هذيك الساعه ولا يزال. نرجعوا للدعم. الدعم الان اللي غيتم اللي خص فعلا ان يتم دعم ديال 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 المهنيين ديال النقل العمومي ديال المواطنين العاديين، ولكن لا يجب ان نتحدث على فئه عريضه من المواطنين خاصه الفئه الوسطى التي تضطر باش تشتري سيارات بالاقساط، لانه الدعم العمومي بلوتو النقل العمومي الوضعيه ديالو معروفه في المغرب اللي الناس ما كيقدوش يستعملوه وكيضطروا يلجؤوا لسيارات يشريوها بالاقساط وكيتعذبوا فيها، والان يؤدون فاتوره غاليه جدا ديال المحروقات باش يديو وليداتهم مدرسه ولا باش يمشيو يسخروا ولا باش انه ما يمكنش يركبوا في النقل العمومي كما هو اليوم الان. اذا هذا ورش كبير الذي يجب الاشتغال عليه، ولكن انا كنقول بانه ايضا يجب الانتباه الى الطبقه الوسطى والاكراهات اللي كتعيشها الان مع هذا الغلاء الفاحش ديال الاسعار الذي تقف الحكومه امامه مكتوفه الايدي، لانه فعلا كاين غلاء كبير وفعلا هناك زيادات كبيره. الدوله طبعا سياق دولي مطبوع بحرب، متفقه معك. شفنا دول يعني في اوروبا وفي دول عربيه متفقة معك. ودول يعني كلها تعاني. شوف للانصاف انا كنقول لك لا انا لا بحث، هي محشوره. شتي الحكومه كما درتي لها هي محشوره في الزاويه من عند الله ومن عند نفسها، ما يمكنش تخرجها من الزاويه مش انا اللي كنحشرها فيه. ولكن انا نقول لك السياق الدولي والتاثير ديالو في السياق الاقتصادي المغربي والاسعار مفتوحه لا يمكن ان ينكره احد. انا راني دوزت في البرلمان 10 سنوات ما يمكنش نجي اليوم نتكلم لغه غير واقعيه، ولكن الحكومه مع ذلك عندها امكانيات باش تراقب على الاقل المضاربين في الاسعار والذين يستغلون الوضعيه باش اولا ما كايناش مراقبه ديال الاسعار، ما كايناش مراقبه ديال المضاربين، وهذا الشيء اعترفت به الحكومه نفسها، لانه كتمشي شوف غير من حانوت لحانوت، من محل لمحل، من 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 اماكن ديال 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 البيع لاماكن اخرى، كتلقى الاثمان ديال الماده وحده ب 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم 6 دراهم بطريقة فجائية، وكأننا فجأة واضح. فقدنا القدرة واضح. على أن واضح. نراقب على أن نسيطر على الوضع. عادت إلى الواجهة هي الأساتذة، أساتذة التعاقد. الأساتذة التعاقد يقولوا بأنه هؤلاء الضحايا أجبروا التدليس الحكومي أجبروا والوعود الانتخابية الزائفة. هذا الشيء اللي قلتي أنت. طبعا أنا رانكم. طيب الآن الأساتذة كيقولوا بأنهم مجبرون أجبروا على التصعيد ضد الحكومة، الحكومة كتقول بأنه هاد التصعيد لا مبرر له، وتدعوهم إلى الحوار. البي جي دي من موقع المعارضه كيفاش كيشوفوا اولا كيفاش كيتوقع حل ديال هاد الاشكاليه هذه؟ واخا انت يا منين تنقل نقل الحكومه ونقل البي جي دي ونقل الناس حتى هما شنو كيقولوا. لا حيت البي جي دي حاضر معنا من خلال امينه ماء العينين، دبرتوا هذا الملف هذا، والان من موقعكم كمعارضه بغينا نسمعوا الراي ديالكم. الان الاساتذه ديال الاطر الاكاديميه حينما يصعدون
انا كنعتبر بان هذا من حقهم. علاش؟ لانهم كيتفاهموا غير مع الحكومه والاحزاب ديالهم التي قدمت لهم وعود حالمه خاصها توفي بها فقط. لانه قبل الانتخابات شنو كانوا كيقولوا لهم؟ كانوا كيقولوا لهم الادماج المباشر في الوظيفه العموميه بدون قيود. بمعنى تقولون للاسف التقاعد موتوا بغيظكم بيناتكم. لا لا، علاش نقول هذا الشيء؟ دابا انا يلاه كنقول بانهم الا دخلوا في تفاوض، بمعنى تستاهلوا. علاش كنقول هذا الشيء؟ هذا هو الانطباع اللي خرج به من الكلام ديالك. انت يا كل مره كتبغي ترى انا كنعرف نتكلم بالعربيه، انا بغيت نقول هذا الشيء نقولها. انا نقول لك بانه الذي اللي كنقولوا كنتحمل مسؤوليته هو ان الاساتذه اطر الاكاديميه من حقهم يتفاوضوا مع حكومه وعدتهم بوعودهم. الان اش كيقولوا لها؟ كيقولوا لها طبقي غير الوعود اللي درتي لنا. فقط قبل الانتخابات كانوا كيقولوا غندمجوكم في الوظيفه العموميه بدون قيود، والان الوضعيه ديالهم وضعيه بقات لم يتغير منها شيء. طيب الناس كيتفاوضوا، ثم انه اكثر من ذلك جات الحكومه واقصت فئه عريضه من حمله الشواهد قل من 30 سنه. وهذه قضيه انا كنتمنى التدريس. انا كنتمنى صادقه دابا ما فيها لا مزايده لا والو، ان الحكومه فعلا تراجع هذا القرار في السنه المقبله لصالح الشباب المغاربه، لانه حنا ولاد المجتمع كنشوفوا ناس كيجيبوا الاجازات. الان حرموهم من يدخلوا القطاع الخاص، يدبروا على روسهم ريتما يدخلوا الفئه ديال الاطر الاكاديميه، لانه كيقول لهم ما خصكش تكون اشتغلتي سابقا في القطاع الخاص. اكثر من ذلك يقول لهم 35 سنه، واش عرفتي شحال ديال الناس كنتلاقانا يوميا كيقول لك للاسف تصابيت عندي 30 سنه. طيب ما جاوبتينيش، ما جاوبتينيش على السؤال. حل الحل الحل في نظركم بالنسبه للاساتذه التعاقد؟ الحل هو انه الحكومه اللي وعدتهم وهي تلمس امكانيه ادماجهم بالطريقه التي يطالبون بها ان تطبق الوعود ديالها وان تدمجهم. يعني بيناتكم الحل؟ لا ماشي كيفاش، واش انا عندي شي قرار في يدي؟ لا، انتم معارضه، قلتوا بانكم معارضه بناءه. المعارضه تقدم المقترحات. شوف وهي هذه هذا ماشي مقترح ديال بيناتكم. لا انا ما قلتش بيناتكم استاذ، انت اللي قلتي بيناتكم. انا قلت بانه الحكومه واحزابها وعدت ولمست بانه عندها الامكانيه ان تدمج الاساتذه اطر الاكاديميات في الوظيفه العام بشكل مباشر، عليها ان تطبق الوعود ديالها الان مع الناس باش يرجعوا يشتغلوا ويعمروا الاقسام ديال وليدات المغاربه اللي راهم ضايعين. والحلول الترقيعيه التي تفكر فيها الحكومه من طرف بهذا البرنامج فرصه والبرامج ديال التشغيل، تجيب ناس اللي ما عندهم حتى شي نوع ديال التكوين وتجي تسد بهم الخصاص باش يقريو وليدات الناس ريتما يرجعوا الاساتذه اللي محتاجين لاقسامهم. كنقول لها حشومه عليكم تفكروا بهذه الطريقه لانها غتكون مضره جدا. انا كنعرف بانه وزاره التربيه الوطنيه اللي تدبر ورشا صعبا هي في موقف حرج، لانه الناس من كيحتجوا كيخلوا لك الاقسام وكيخلوا لك وليدات المغاربه في التعليم العمومي خصوصا. هذا خصها تلقى حل. ولذلك انا كنتمنى صادقه لصالح وليدات المغاربه ان يتقدم التفاوض ديال الحكومه مع الاساتذه ديال الاطر الاكاديميه باش يلقاو حل الذي يرضي هاد الاساتذه باش يرجعوا يشتغلوا باش ما تكونش عندنا ازمه. طيب ملف اخر هو ملف التعاقد هذه المره. كره التعاقد. تعاقد عفوا تقاعد قلتيني. كره الثلج كره الثلج تكبر وتتفاقم في حال لم يتم تسويه يعني التوازنات الماليه، اصلاح التوازنات الماليه ديال الصناديق ديال التقاعد. الارقام ربما مقلقه. الان الحكومه السابقه تتهم بانها ما قامتش بالاصلاح كما ينبغي. انا نقترح عليك واحد الحاجه، انت تطرح لي المقترحات. احنا معارضه بان يجب ان تقترح الحكومه الحاليه من خلال احزابها ومن خلال الناطقين باسمها، وهم قلال على اي حال في ظل الصمت الذي تعيش هذه الحكومه. عندها جوج اشكالات مع الحكومات التي دبرها العداله والتنميه. عندها مشكل مع رفع الدعم عن المحروقات، كتقول بانه احنا خطانا ورفعنا الدعم عن المحروقات، وعندها مشكل انه الاصلاحات المقياسيه التي دفعت بها حكومه عبد الاله بن كيران باش تصلح انظمه المعاشات المدنيه تقاعد، ياك؟ عندها اليوم فرصه ذهبيه وهي التي اختارها بين مزدوجات كثيرة المغاربة في الوقت اللي بين مزدوجات كثيرة عاقبوا حزب العدالة والتنمية، تعاود ترد الدعم للمحروقات وتزول الإصلاحات المقياسية اللي تعملت على صندوق التقاعد، ياك؟ عرفتي الآن اليوم شنو كدير؟ الحكومة الحالية التي تبني خطابها فقط على انتقاد واحد الحزب اللي مشى اليوم للمعارضة، هادشي اللي كيديروا. فين ما كيسولهم كيقول لهم الحكومة السابقة هذه أخطاء بن كيران، بن كيران قبل سعد الدين العثماني، هذه أخطاء سعد الدين العثماني. إذا الآن أنا أقول للحكومة الحالية عبر الوعود التي قدمتها قبل الانتخابات، هذه فرصتك التاريخية لإعادة دعم المحروقات اللي باش ينزل الثمن ديالها في البومبا، لأن هذا هو اللي كيهم المغاربة،
وعندها فرصة تاريخية لتدبر صناديق التقاعد بالطريقة التي تراها مناسبة بعيدا عن جيوب المنخرطين. وراه اليوم انا سمعت العرض ديال وزيرة المالية، وانا عارفة بان الحكومة الان غتوقع في مأزق، لان صناديق التقاعد صناديق أنظمة المعاشات المدنية مازال فيها الإشكال، وان هذاك الشيء اللي دارت حكومة عبد الإله بن كيران كانت محاولة صعبة لإنعاش هذه الصناديق، واللي تحملنا فيها تأجيل الأزمة، تحملنا فيها الكلفة السياسية. وعلى الأقل ديك الساعة الأستاذ عبد الإله بن كيران كانت عنده الجرأة أن يتحملها لأنها ما كانتش سهلة. على الحكومة الحالية الآن طرد الناس الاقتطاعات التي تمت، وتجيب هي الحلول السحرية لتصلح هذه الصناديق. في ختام هذا النقاش، تعليقكم على القضايا والأسماء التالية: الموقف الإسباني الجديد بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة إيجابي، وكنتصور بأنه عمل مهم جدا ديال الدبلوماسية المغربية، ويجب أن نشيد به، وخص المتابعة والتراكم ديالو في قضايا ومع دول أخرى. طلبة الطب يرفضون إدماج العائدين من أوكرانيا. حشومة عليهم، ما عندها حتى معنى. أولا طلبة الطب، أنا أقول بأنه لا علاقة لهم بالطلبة العائدين من الحرب، هذا الإشكال ديال الدولة، لأنهم هادو ناس بمثابة لاجئين هربوا من الحرب، هادو أبناء المغاربة. طبعا جهدت معهم الاسر ديالهم وجهدوا حتى هما باش يمشيو يكملوا قرايتهم في تخصص محتاجين به في المغرب، في دوله اجنبيه معترف بها، وعندهم المعادله ديال الشهاده ديالهم ملي كيجيو. الا جاو هربانين من الحرب لبلادهم، فاحرى بالدوله هي اللي تلقى لهم حل، وعلى ابناء الشعب من طلبه الطب انهم ما يكونوش ضد ابناء شعب اخرين في وضعيه صعبه. نشوفوا الاسماء الان. سعد الدين العثماني رجل محترم سياسي، أكن له كل التقدير، اختلفنا معه داخل الحزب في التدبير، وكنا نتخوف من النتيجة التي آلت إليها نتائج الحزب، هو الذي حدث للأسف الشديد، ولكنه رجل يستحق كل احترام. عزيز رباح من قيادات حزب العدالة والتنمية، طبعا كتجمعني به اختلافات كثيرة في وجهة النظر. قصرتي في عزيز رباح، طولتي في سعد الدين العثماني، وكيف؟ ياك سولتيني على التعليق ديالي نقدم لك التعليق ديالي. لسيم حقاوي. سمح قوي من قيادات ديال حزب العدالة والتنمية السابقة، وكانت عضو الأمانة العامة، وكانت وزيرة سابقة. صافي. بهذا نأتي إلى ختام هذا النقاش هذا الأسبوع مع السيدة آمنة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية. شكرا لسعة صدرك ولرحابة صدرك. شكرا جزيلا على هذا الحوار. في فرصة مقبلة بحول الله. إن شاء الله شكرا. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذا النقاش مع مدار 21. بالطبع سنضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل وضيف آخر مثير للجدل أيضا. إلى اللقاء.